السوق الكويتية. مرحبا بك أسامة. هل ما يحدث في الأسواق الإماراتية، يعني الكل يقول أن علينا أن ننتظر ربما عودة المضاربات القوية لهذه الأسواق ما أن ينتهي شهر أغسطس آب، هل هذا يتداول، يعني عقلية التداولات بدأت تستوعب أنه هكذا هو الحال، علينا أن ننتظر انقضاء آب أو أغسطس؟ نعم. يعني نعم، هناك من يتوقع مكاسب كبيرة للسوق الكويتي بدخول سبتمبر، لكن أعتقد أن السوق بالفعل بدأ حراكا إيجابيا حتى منذ الأسبوع الماضي. لا يمكن أن نقول أننا لم نشاهد مكاسب معتبرة في المؤشرات وفي أداء الأسهم خلال الجلسات الماضية. اليوم حتى اليوم وهو يوم خميس، وحتى وهناك تراجع ثقيل على الأسهم القيادية حوالي 3 نقاط على المؤشر الوزني تعني الكثير، و10 نقاط كاملة على كويت 15، طبعا بسبب تراجع الكثير من الأسهم القيادية، بيع على الأسهم القيادية على زين أكثر من 1 مليون، على أريدو، على الوطني، على بيت التمويل الكويتي، على بنك، على أجيليتي. مع ذلك يعني هناك متغيرات أخرى نتمسك بها ونقول أن السوق في حالة جيدة حتى مع يوم التكييش العظيم الذي هو كل خميس. اليوم لدينا سيولة 17 مليون دينار، ليس كلها من بيع، إنما الجزء الأكبر ربما ثلثيها من شراء. والمتغير الذي أتمسك به هو كمية الأسهم المتداولة التي الآن جاوزت 170 مليون، وبالأمس جاوزنا 300 مليون سهم، ولم يكن هناك نشاط على الأسهم القيادية. هذه 300 مليون أو 170 مليون اليوم تعني أن الدخول الآن واضح جدا على الأسهم الصغيرة والأسهم المتوسطة، أقل من 100 فلس، أقل من 50 فلس أو أكثر من 100 فلس بقليل، وعليه تنشط مجاميع الاستثمارات الوطنية. مجموعة الصفاء اليوم في أفضل جولات النشاط، صفاء للطاقة وصفتك ودانة الصفاء، أسهم اكتتاب، أسهم البحر، كل هذه المجاميع بنشاط كبير ونشاط قياسي مليوني واضح جدا. هو طب المغاربية هل هناك من أخبار حتى مع جني الأرباح؟ نعم، المغاربية يعني يوم بتكون جلسة بتكون في أعلى المستويات، ومن ثم نرى أنه اليوم يبدو هناك حالة تصريف على السهم. نعم. صح، ليست المغاربية وإنما هي المغاربية والسورية والساحل، وأحيانا ولبعض الوقت الاستثمارات الوطنية. المغاربية تنتمي إلى مجموعة الخرافي، ومجموعة الخرافي تحركت وكنت معنا، تحركت بشكل قوي بالصعود أو بضغط البيع مع الأخبار التي توترت في الأيام الماضية حول صفقة أمريكانا. وأنا قلت سهم أمريكانا 3 دنانير أعلى الأسهم سعرا في السوق الكويتي، فلا مضاربة عليه، وإنما تذهب المضاربة استغلال الظرف ذهب إلى الأسهم الصغيرة، وبالتالي قد نرى بيع على مغاربية أو على تمويل خليجي. اليوم مثلا أبيار تشترى، وبالأمس كان رأينا مزايا ودبي بين بيع وشراء حقيقة، لكن واضح أن هناك إيجابية. نعم. وهذه الإيجابية متمثلة في ارتفاع كمية الأسهم المتداولة وأيضا في السيولة التي هي 17 مليون ونصف المليون دينار. يعني كل واضح أنه كل ما ينتمي أيضا إلى هذه المجموعة القوية، مجموعة الخرافي عليه إقبال كبير مضارب، يعني حتى لو كان اتجاهات بيعية أو شرائية. أشكرك يا أسامة على كل هذه المعلومات. طبيعة الحال طبعا نسمع كثيرا حول المديون.